سوف تشهد المقاطعة الإدارية لزيرالدا عملية تعقيم وتنظيف المحيط واسعة النطاق، حيث قمنا بتجنيد ما فوق 80 آلية بمختلف الأحجام، وكذلك تجنيد عمال مختلف مؤسسات تابعة لولاية العاصمة، وكذلك العمال ينتمين إلى المؤسسات الخاصة يفوق 300 عامل. وهذه العملية سوف تخص الأحياء السكنية، تخص الأزياء المشتركة في العمارات، الأسواق، المناطق، كل الأحياء على مستوى المقاطعة الإدارية. سوف نقسم هذه الوسائل على مختلف البلديات وتنطلق العملية في الحين إن شاء الله. احنا رانا بزاف الغاشي في الخدمة، هن الخدامين هنايا، ورانا في الوكالة العقارية لمدينة الجزائر في تاع الصيانة والنظافة. العمل تاعنا جينا نديرو الوقاية، جينا نديرو تطهير في لي باتيمون، نديرو في الديور من برا نديرو في الحديد مور الديور مور لي باتيمون وكدايا، كيما جناين وكدايا في الحديد وين ما يلصقش هذا الفيروس هذايا، نروح بالبرودوي هذا تاع اللي رانا فيه، ما نديروش في الجافيل، في البرودوي تاع اللي